ما كاين حتى شي مبرر، ما عطاونيش انا شي مبرر، ما عطاوني حتى شي وثيقه بانه راه تنقول لك وقف ولا ما توقفش. هما هي شفويان وكل مره تيجي نقدموا للشيخ تيقول لك على فكره قال لك سيد القايد وقف ما تخدمش. اشنا هو المشكل؟ ما عرفتش. بين 2016 2017 وحنا خدامين في هذا الشيء. في 2022 سويت الوضعيه ديالي ديال الرخص، مشيت درت الرخص ديالي خديتهم، خديت الرخصه ديال الصنع ديال الجور، خديت الرخصه ديال البيع، خديت الرخصه ديال الملك العمومي ديالي ديال على برا. في 2023 في شهر 5 ديال 2023 كنتفاجئوا بشي جمعيه تقول جمعيه حقوقيه كتكتب بانه راه السيد ما كيتوفرش على الرخص ديالو. فعلا جا السيد القائد دار الرخص، لقاهم كلهم قانونيين، جاوبها بدوك الناس بانه السيد عنده الرخص ديالو قانونيين. من بعد هذوك الرخص، من بعد الجواب ديال السيد القائد، تكونت واحد اللجنه جات عندي المحال، شافوا طلبوا لي الملف التقني ديالي وديته لهم، عطاوني شي معايير اللي خصهم يتقادوا، قديتهم بالحرف داكشي اللي خاص باقي ديك الساعه، قديتهم بالحرف. من بعد تفاجات باللجنه اخرى اللي جات هي من وراء مباشره، من وراء الزنزال اللي ضرب في 8 شوتنبير. نهار 8 شوتنبير ضرب الزنزال، ربما نقول لك واش نهار 11 بالضبط يوم الاثنين، تفاجات باللجنه اللي علن عليها سيدنا بالحداد. تفاجات باللجنه قدها كبيره جات، اشنو دخلوا للمحال طلبوا لي الملف التقني ديالي، عطيته لهم شافوه درسوه، خرجوا على برا مشاو فحالهم، منهم البوانبيه، منهم الدراك، منهم الجامعه، منهم الداخليه، منهم المهم لا ذكر اسميتو كثار، ما عرفتش كل اللي كلهم في اللجنه. المهم جاو خداو القرار ديالهم، مشاو خداو القرار ديالهم، واش خداو القرار ديال الاغلاق ولا ما خداوش انا ما عطاوني حتى شي وثيقه. العشيه كانت تفاجئ بالقايده ودي صيفط لي قال لك عاد ما بقاش صنع لي جوه. علاش؟ ما قال لي علاش، قال لك عافاك موقف داكشي حاليا تنشوف شنو هو الحل. بقيت واقف، قال لك اودي راه الاخرين راه عطيناهم الانذار باش يسوي الوضعيه ديالهم، راه الا ما سواش الوضعيه ديالهم غنسدو ليهم. حد الساعه ما كاين لا سدال حتى شي حد في الحوزه. نقول لك انا تنهضر على الحوزه، ما تنهضرش على شي واحد وما كنظلمش شي واحد، وكل واحد رزقه. وهنا راه كيستافدوا منه تقريبا كي قلت لك واحد 10 العائلات حتى 15 عائله اللي خدامه معنا وكيستافدوا من هنا. دابا حاليا المشروع ديال الياجور راه واقف، حتى شي حاجه ما تيقولوهاش ليا. انا بغيت نعرف ما عرفتش، انا براسي بغيت نعرف، ما حتى حد ما قال لي شي حاجه. وجميع الوثائق اللي طالب ليا دوك الناس توفرت عليهم، جميع الوثائق من اللي تطبقت اللي هو اللي كتهضر على البيئه، من الرخص ديالي، من محاضره اللجان اللي كنسناو اللجان على حساب الرخص عندي، من الوثائق اللي طالبين ليا في المحضر كاينين، من سميتو من الديكلاراسيون ديال الخدامه كلهم كاينين، من لاسيرونس ديال الخدامه كله كاين. حتى شي حاجه قلت لك انا ما خاصانيش في الطوسي ديالي. اشنا هو المشكل؟ ما عرفتوش. تقريبا الخدامه ديكلاري تقريبا هنا ما بين 10 11، بعض المرات تيطلعوا حتى 15 الخدام. كل واحد تلقى عنده واحد اربعه تنفسه ولا اكثر، اقل واحد فيهم كتلقى عنده اربعه. اللجنه بالضبط عندي في شهر 5 ديال 2023 فاش كان بدا عندي المشكل. من شهر 5 ديال 2023 بالضبط بدا المشكل، فاش كانوا قالوا كتبات ديك الجمعيه ديال الحقوقيه، راه كتبات وكتبات عليا انا. انا كنعرف جمعيه حقوقيه كتكتب على شي حاجه ديال الدوله، على شي بان العام ولا الطرقان ولا الودان ولا شي حاجه، اما باش تكتب على الشخص وتبدا تبتزو راه ابتزاز هذا. وانا دابا بيني وبين ديك الجمعيه راه كاين في العداله، ما غاديش نتنازع على حقي. انه داروا لي تشهير بسميتي انايا، وعده مرات، ماشي مره ماشي جوج ماشي ثلاثه، بعده مرات داروا لي تشهير، كل مره تيكتبوا لي بسميتي انايا. كتخدم هذيك الاله كتخدم بالضو، كتخدم بالضو، ما فيها لا صداع لا مشاكل لا والو. وبالنسبه اللي كياكد وهو هذا الطوسي ديال اللي تطبق، هو هذا اللي كياكد بانه راه هذا السيد راه عنده المسائل ديالو قانونيه، ما عنده حتى شي مشكل في هذا الشيء. والعمال كتنتظروا، ما هو كتشوف فيهم وكيتخلصوا باقي اليوم باقي الغدا، وحنا كننتظروا هاد الناس شنو هو الجواب ديالهم. والله تعالى اعلم اخويا، هاد الناس هادو كل مره وكيحبسونا، حنا خدامين تنخدموا كل مره
كيجيو كيحبسونا. هاد السيد هذا ما عنده لا سبب لا والو، ماكينه خدامه كي بحال ما كان عند الناس كاملين في المنطقه ديال الحوز كامله. هاد الماكينه هي اللي كاينه، هاد الماكينه هي اللي دايره في المناطق ديال الحوز كامله. هاد الناس هادو تنطلبهم معاهم يديروا معنا اي شي حل، لي حيت كل مره كيوقفونا، كل مره راه الغالب الله راه لا اله الا الله اخويا. ديك حنا خدامين بحالنا بحال الديبوات الاخرين، تنتفاجئوا بانه حنا توقفنا ما الله اعلم كاينين وثائق هما هادوك الله اعلم. المهم ما كنا خدامين يطلقوا لنا الخدمه، صافي حنا ملي نخدموا ولادنا كاين ولاد كاين كذا، حنا تنتمعشوا من هنايا وكسميتو خصنا مختيمة خصات. الحمد لله كل شيء كاين، الورق كاينين ديال الشركة وسميتو، والله هو اللي بيقول لك كل شيء. حنا الواجبات ديالي تنتخلص فيهم، الواجبات ديالي كاينين كل شيء تنتخلص فيه. شلك الله يجي الله يجي بنادم وصافي، بنادم راه كاين. حنا ماشي انت ميتر وسميتو، راه كاين واحد تيترزق من هذا التيب وهذا، كاين واحد كاين هادو اللي جاتو واعي كل هو اللي تيصير على ولا يجي واحد تيصير على ولا يكون فيه وان كل واحد. ايوا هادشي اللي كاين، ما بنادم راه كل واحد خليد وكل واحد كيزين. واش بغيت نقول لك هادشي اللي وقع ما فهمنا فيه والو، بغينا نشوفو حنايا شي سبب اشنا هو المشكل، واش عندنا شي حاجه ولا سميتو. ما كاينش اللي يقول لك لاش عندك ولا يتعامل معنا مزيان. خلصنا ديالنا نشدو ديكلاراسيون كاين كلشي كاين، ما عرفناش اشنا هو السبب. الماكينه باش كتخدم؟ كتخدم بالضو، ما كاين لا دخول لا صداع، وهادشي باش خدامين عباد الله كاملين كيقليهم الحوز الديبوات كاملين، دخل لهم واحد بواحد. هادشي اللي كاين، هاد الماكينه اللي فاش تشوف هي اللي كاينه. ما كاين حتى شي مبرر، ما عطاونيش انا شي مبرر، ما عطاوني حتى شي وثيقه بانه راه تنقول لك وقف ولا ما توقفش. هما هي شفويان، وكل مره تيجي مقدم ولا الشيخ تيقول لك عفاك راه قال لك سيد القايد وقف ما تخدمش. اشنو هو المشكل؟ ما عرفتش باقي الدروك، انا ما عرفتش. شحال دابا من نهار 10، من نهار خرجت عندي اللجنه الاقليميه اللي قلت لك نهار 10 في شهر 9 اللي هو يوم الحداد، اللي خرجت عندي اللجنه اللي ما نذكرش فيها اللي في الحوز اللي الناس. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.